السلام عليكم. كنا النهارده ان شاء الله في المعمل الثالث بقيت برضو اساسيات اللغه. هناخد شويه تطبيقات على اللي احنا اتكلمنا فيه الاسبوعين اللي فاتوا، ازاي اكتب برنامج وازاي اعمل الخطوات بتاعت النوتيفيكيشنز والانبوت والاساسات والاوت اوت. هكون معاكم ان شاء الله، انا رامي اشرف زين الدين، هكون معاكم بقيه السنه ان شاء الله في المعاد ده. هيكون معايا برضو احد الزملاء مهندس احمد الكوسي ومهندس احمد سامي ومهندس حسين، حد منهم. بس احنا تقريبا الاسابيع اللي فاتت كان في كل مره واحد، بعد كده انا هشرح على طول يبقى معايا حد عشان اشوفكم ساعدكم في التقييمات والاساينمنتس المطلوبه الحاجات اللي شبه كده. اكد تاني ان احنا اتفقنا الاسبوع اللي فات ان المفروض في كشكول يتعمل او كراسه تتعمل فيها كل الشيتات وحلولها اللي احنا بناخدها دي، كل شويه تبدا تعمل فيها عشان لو سبتها لاخر السنه جيت سلام امتحان عملي، هي دي عليها جزء من اعمال السنه، بس هيبقى تلاقي الموضوع عليك متراكم جدا، فلازم تبدا من دلوقتي كل ما ناخد حاجه تحل عليها. اللي انا عشانك وعشان برضه المفروض الميد ترم تحدد خلاص بقى يوم 17/3، يعني كمان 3 اسابيع او حاجه، فانت المفروض تبدا يعني كل اللي فات ده في سي بلس بلس كان حاجات بسيطه، والنهارده برضه بنكمل عليها. لو انت خليت الماده تتراكم عليك هتحس ان الموضوع صعب جدا. لو بدات واحده واحده تلاقي الموضوع مفيش اسهل منه، وتلاقينا كل مره بنعيد نفس الحاجات وبنكررها لغايه لما انت هتلاقي نفسك طالع من المعمل مش محتاج تذاكر، مش محتاج تحفظ كود زي ما هنشوف. فهناخد النهارده ان شاء الله حوالي 3 برامج بسيطه تطبيق بس عشان تمشوا ايديكم اكتر في الكود، وهيكون في برنامجين اساينمنت المفروض تحله المره الجايه بفلوت شورت بالكود زي ما خدنا الاسبوع اللي فات. كان في اساينمنت كان حد عمله هنشوفه في الاخر على الاجهزه، ممكن احنا شغالين تبدا تجهزه معاك وهنشوفه وهنقيمك عليه ان شاء الله. نبدا بقى اول برنامج عندنا. عايزين نعمل برنامج يبدل رقمين، يعمل سوابنج ما بينهم. يعني مثلا لو انا قلت في الاول شكل الخارج البسيط بده، بقول لو سمحت دخل الرقم الاول بدخل 5، لو سمحت دخل الرقم الثاني بقى 7. دول هيتخزنوا مثلا في متغيرات، بقى يتخزن في n1 او number 1 او first number ايا كان، وده مثلا هيتخزن في number 2 او second number او second ايا كان هنسميها حاجه، طبعا لازم تعبر هو بيعمل ايه، او number 2 number 1. في الاخر لما باجي اعرض هعرض الفيرست نمبر، لما هاجي اعرض نمبر 1 وهاجي اعرض نمبر 2 هلاقيه بيطبع لي تحت 7 اللي هي كانت محطوطه في نمبر 2 وطبع لي 5، يبقى طبعهم معكوسين، يبقى انا هخليه انبوت ان 1 وان 2، لما اجي اطبع هطبع ان 1 وان 2 يطلع لي ارقام متبدله. سيكشن 14 جه متاخر ليه؟ مع المفروض الميعاد الساعه 10:30، قرر تاني 10 دقايق ومش هدخل حد بعد كده، بس اتفضل شوف لك بقى كرسي لو سمحت من بره وتعمل. تمام؟ ده البرنامج الاول. عايز اعمله، اوريكم برده شكل الخارج بتاعه لو هنشغله هيكون حاجه شبه كده. بنعمل سوابن الرقمين. دي جمله ترحيبيه في الاول مش لازم اعملها. لو عملتها يفضل اعملها طبعا عشان يعرفني البرنامج بيعمل ايه. بس بعد كده لو ما عملتهاش مش هنقص عادي. فانا بقول دخل الرقم الاول وليكن 8، دخل الرقم الثاني وليكن 4. لما يجي يطبع قال لي والله الرقم الاول بعد التبديل 4، الرقم الثاني 8. ده بقى دلوقتي فكروا على الاجهزه شوفوا هتحلوا حاجه زي دي ازاي. طب نرجع تاني يا جماعه بقى نشوف حد بقى فكر كده في حل المسألة يرفع ايديه كده ويجاوب معانا. اتفضل قول الفكرة. عرفت مثلا نمبر 1 ونمبر 2 كنت مختلفة، وبعد كده في السي اوت طبعت العكس، يعني كنت تمام. زميلكم بيقول فكرة، بيقول ايه؟ بيقول انا هنا نخلي حل زميلكم بقى لون مختلف نخليه مثلا ازرق. بيقول انا هنا عملتها فعلا ان 1 وان 2، بس وانا بطبع خليت طبعت الاول ان 2 وبعد كده ان 1. تمام؟ الكلام ده كان هيبقى صح لو انا ما قلتش الكلام اللي على الشمال ده. انا قلت ايه؟ قلت هتعرفوا ان 1 وان 2 مثلا
اثناء متغيرات، وبنفس الترتيب بعد التبديل ده هقول ايه ان 1 بكذا وان 2 بكذا، يطلع لي ارقام متبدله لكن المتغيرات زي ما هي. لازم لكم كده الموضوع ده كده كانه بالظبط كيس مثلا سكر وانا كتبت عليه ملح. هل كده النمل وهو رايح هيتلخبط هيقول مثلا ده لا ده ملح وهيسيبه ويمشي؟ لا، انت جاي بتضحك علينا، ده مش ده اللي احنا عايزينه. عايزين يعمل سواب فعلي نبدل بجد ما بينهم. فللاسف الحل ده مش مظبوط. حد تاني عنده فكره؟ مش اتفضل. في كذا حل زي ما قلنا، هنحلها النهارده بطريقتين منهم. تمام. الحل التاني زميلكم بيقول، بيقول كلام خطير جدا. تكتوش معايا معلش، دلوقتي بقيتوا معانا اهو، محدش كده، كل الناس شايفه الشو كده دلوقتي. ماشي. زميلكم بيقول ان انا عندي ممكن هنا حل جميل جدا، بيقول ايه هو ده الحل اللي احنا عايزينه. يبقى عندي متغير ان 1 وان 2. طب لو انا مثلا قلت ان 2 وان 1، يعني مثلا لو انا عرفت الاول متغيرين ان 1 وان 2 حطيت فيهم 5 و7، يعني عملت متغيرين هنا اهو وليكن ده ان 1، ومتغير تاني وليكن ده ان 2، حطيت في ده في الاول، اليوزر دخل اي قيم اي قيمه وليكن مثلا هنا 5 خزنها في الميموري في الجهاز 5 وخزن هنا 7، تمام؟ مش انا ممكن اعمل اقول عايز ابدل. طب ليه ما حدش قال مثلا اقول ان 2 بتساوي ان 1 وان 1 تساوي ان 2؟ مش انا كده بدلت؟ طبعا انا ما انساش السيمي كولوم يعني اكيد، بس مش كده التبديل حصل اهو. مين يقول ما حصلش؟ ليه؟ انت دلوقتي اديت ان 2 قيمه بتاعت ان 1، خلاص بتسجل في ان 2 قيمه بتاعت ان 1، فلما تقول ان 1 بتساوي ان 2 فانت ما بدلتش حاجه. طيب يبقى زميلكم يقول، يعني اوضحها لكم اكتر بطريقه، هو فعلا كده الكلام ده غلط، بس غلط ليه؟ نشوفه. ان 2 بيساوي ان 1 ننفذ الخطوه الاولى، معناها ايه؟ هحط مكان ال ان 2 دي، معناها ده اساينمنت اوبريتور زي ما خدنا المره اللي فاتت، هيجيب القيمه اللي على اليمين يحطها في القيمه اللي على الشمال، في الغيار اللي على الشمال، هيروح يشوف ال ان 1 هيلاقي فيه 5. هيحطها في ان 2 يبقى بقى في هنا بدل ما كانت 7 بعد كام؟ بعد 5. طب في تاني مره اللي تحت هيجيب قيمه ال ان 2 اللي هي كام؟ 5، هيحطها في ال ان 1 اللي هي ب 5 اصلا، يبقى انا كده بعد العمليه دي هما الاثنين بقى فيهم 5، يبقى ده ما ينفعش. تمام؟ زميلكم التاني قال حاجه تانيه. قال طب ليه هنا ما اجيبش متغير مثلا وسيط وليكن هنسميه تم هنا اهو، متغير بسيط. ايه المشكله اللي حصلت دلوقتي؟ المشكله اللي حصلت ان هما الاثنين بقوا بخمسه، يعني قيمه السبعه دي ضاعت. فانا عايز اخزنها، اخزن السبعه، فاول حاجه بيقول هحطها في تم، يبقى نحط هنا السبعه، دي خطوه رقم واحد. وبعد كده انا حافظت عليها، هعمل العمليه بقى اللي هي العمليه رقم اثنين ده، اللي انا هجيب قيمة الخمسة واحطها هنا في السبعة، يبقى السبعة بقى فيها بدل ما كانت سبعة ان 2، بدل ما كان فيها سبعة بقى فيها كام؟ 5. فانا كده فعلا حطيت قيمة ال ان 1 في ال ان 2. طب عايز احط قيمة اللي كانت في ال ان 2 احطها في ال ان 1، يبقى اعمل ايه؟ ما انا مخزنها في تم، يبقى ارجعها هنا، دي خطوة رقم 3، بدل 5 يبقى كام؟ 7. يبقى انا فعلا بعد العملية بقت ان 1 بقى فيها فعلا 7 وان 2 بقى فيها 5. واضح؟ نشرحها تاني، نقولها تاني بسرعة، نقول تاني كل ده. تاني، احنا قلنا في الأول أنا ليه ما ينفعش أعمل حاجة زي دي؟ قلنا لو أعمل حاجة زي دي المفروض الأول هرسم بس تاني ان 1 وان 2، وليكن هنا ان 1 كان فيها 5 أي قيم اليوزر مدخلها، وهنا ان 2
خليها تحت شويه. فيها 7 زي ما قلنا هنا من شويه. قلنا لو انا عملت العمليه الاولى ده اثر من تو بريتو، بيجيب اللي على اليمين يحطه في الشمال، بيجيب اللي في ان 1 يحطه في ان 2. فلو قلت ان 2 بيساوي ان 1 يبقى معناها هيشيل ان 2 ويحط مكانها قيمه الخمسه، يبقى هنا بقى فيها 5. لما يجي يعمل العمليه الثانيه ان 1 بتساوي ان 2 يبقى انا احط هما الاثنين فيهم 5 كده، قيمه السبعه ضاعت. يا جماعه نفس المهندسين الناس اللي بتتكلم هناك دي، المفروض اعمل ايه؟ هنجيب متغير وسيط وليكن سميه تم عشان اخزن فيه السبعه اللي ضاعت دي. هنا التم اهو سميته تم، سميته نمبر 3 ايا كان. المفروض ان انا هبدا بقى الخطوات. اول خطوه هعمل انا عملته ده، دي خطوه طبعا قلنا ده غلط، على ايه الصح؟ نقول اول خطوه احافظ على السبعه، حطيتها في متغير تم، حطيتها هنا، دي خطوه رقم 1 حافظت عليها عشان لما اعمل عمليه رقم 2 اللي هي احط الان وانا احطها في الان 2 يبقى هنا بقى في 5. والسبعه دي عشان ارجعها تاني دي خطوه رقم 2. خطوه رقم 3 اجيب من السبعه احطها هنا، بحيث ان انا كده بقيت عملت العمليه، عملية الاسولينج فعليا بقى هنا بعد العملية دي في 7 وده بقى فيه 5. واضح الموضوع ده؟ حد مش فاهمه؟ طب عشان اكتب البرنامج المفروض الاول بفكر في الفلوت شارت. انا كده عرفت فكرة الاسولينج ايه، بس المفروض انا بفكر البرنامج ده هياخد رقمين انبوت وبعد كده يطلع الرقمين بعد ما تبدله. انا بفكر في اول فلوت شارت. اول حاجة في البداية قلنا يفضل اطبع، يعني في الاول هعمل الديكليريشن بتوعي اللي هو محتاج كام متغير هنا؟ كام؟ نقولنا متغيرين الانبوت ان 1 مثلا وان 2 والتم. هل احتجت حاجه ثانيه؟ دول الثلاثه. وليكن مثلا عامل قبلهم انت بحيث ان هم ده كله نوع انت، وبعد كده بختار ده ديكليريشن، بعمل داتا تايب وبعد كده اسمعهم في الاخر سيمي كول. يفضل اطبع جمله تعرف البرنامج، يفضل. دي اول خطوه عندي، ده اسمه مفروض الديكليريشن. او خلينا الاول نزود لكم السلايد دي. هنا الاربع خطوات بتوعي، اي برنامج في الدنيا في السي بلس بلس انا عامله او في اي لغه المفروض مكون من اربع خطوات. حد ممكن يفكرني الاربع خطوات ايه؟ قبل ما افكر بقى في البرنامج او الفلوت شارت. هما اللي موجودين بالظبط يا شاطر. اول حاجه زي اللي هما موجودين على السبوره يعني اهم ديكليريشن. ده بشوف التعريفات المتغيرات اللي انا بستخدمها بحطها في الاول زي ما قلت عشان اعرف متغير. ده مراجعه يعتبر لو الناس ما تعرفش حاجه عن سي بلس بلس، هنراجع بسرعه. بقول في الاول الداتا تايب وبعد كده مسافه، اسم المتغير فاريبل مين، او مثلا انت ده نوع ده تايب لو ارقام صحيحه انتجر نمبر 1 مثلا انت نمبر 2 وهكذا. تاني مرحلة مرحلة الانبوت. قلت عشان اعمل الانبوت افتكر بستخدم جملة او فانكشن اسمها ايه؟ سي انبوت او سي ان بالظبط سي ان. قلت السي ان المفروض بيكون السهم بتاعها بالشكل ده وهنا نمبر 1 مثلا. السهم ده كانه بالظبط بيقول من هنا ده الانبوت اللي هو الكيبورد، وسهم اهو علامتين اكبر من سهم رايح للمتغير نمبر 1. انا بعمل من الكيبورد وبدخله ناحيه نوع رقم 1، بجيب انبوت من الكيبورد اي رقم هيدخله في المتغير واخزنه في نمبر 1. واضح؟ بس قلنا ما ينفعش اعمل جمله سي اوت سي ان من غير ما اعرف اليوزر هو بيدخل ايه او بيعمل انبوت لمتغير ايه. فالمفروض الاول قبليها اقول له لو سمحت انتر الرقم الاول، مثلا هقول له بين دبل كوتس عشان تطلع زي ما هي على الشاشه، بليز انتر مثلا فيرست نمبر وهكذا. وبعمل في الاخر
اند لاين عشان يبقى سطر جديد بحيث ما يبقاش في الدنيا متلخبطه يعني. او باك سلاش ان ده كله ينفع. هي مش باك سلاش، هي باك سلاش ان اللي هي جنب الباك سبيس دي. تمام كده. ده الانبوت. بعد ما حطيت الانبوت كان في عندنا البروسيسنج اللي هي العمليه اللي بتحصل. بروسيس او بروسيسنج الاثنين صح. هنا كانت عمليه اللي بتحصل كانت عمليه السواب. ده السواب اللي كان بيحصل عملناه بثلاث خطوات بالظبط. اخر حاجه الاوتبوت، اقول له لو الرقم بعد ما تبدل بقى الرقم الاول بعد ما تبدل بقى كذا، والرقم الثاني بعد ما تبدل بقى كذا. واضح؟ دول الاربع خطوات عندي رئيسيين لاي برنامج، وانا بحل او انا بفكر لازم اعملهم بالترتيب دول. ما ينفعش انا اشتغل في البرنامج كده على طول وانا مش عارف انا بعمل ايه. لازم الاول ابقى في دماغي ان انا بعمل الديكليريشنز، وبعدها بعمل مرحله الانبوت، وبعد كده في البروسيسنج العمليه بتاعته، بعد كده الاول عشان يسهل عليا الكود وانا بكتبه مش بكود على طول. ففلو تشارت بتاع البرنامج احنا كنا مشينا لغايه هنا، عملنا يا ريت الناس لو الاجهزه بدات تفصل تحرك الماوس، بس حركوا الماوس عشان الجهاز ما يعملش سليب خالص. عرفنا المتغيرات هنا، وبعد كده طبعنا هدف البرنامج، وقلنا ده تيرمينال زي ما اتكلمنا، وقلنا فلو شارت لو هو حاجه بروسيس فبعملها باستخدام مستطيل او مربع، لو حاجه انبوت او اوت بعملها في استخدام متوازي اطلع زي كده. هنا التيرمينال او التيرمينيتور ده اللي هو بيوصل او اسمه كونكتور. هنا التيرمينالز هما اللي فوق دول اللي هو بدايه ونهايه. بعد كده قول لو سمحت دخل الرقم الاول عشان ده اوتبوت، طبعا ده بجمله سي اوت، دخل الرقم الاول. بعد كده سي ان الرقم الاول، وهعمل نفس الكلام في الرقم الثاني. دي مرحله الانبوت. مرحله السواب اهي، كالكوليت ستور نمبر 1 نمبر 2 نيو فاليوز، المفروض ان انا بعمل لهم سوابنج ببدل ما بينهم، وبعد كده الاوتبوت اطبع الرقم الاول بعد التبديل واطبع الرقم الثاني. واضح؟ لو قسمنا المراحل دي تاني عشان نتاكد، اول حاجه اسمها برينبل او قلنا اسمها الديكليريشن، هو نفس الاسم، او كمان بنسميها ساعات انيشاليزيشن انت اختصارها يعني. تاني مرحله اسمها مرحله الانبوت، ده البروسيس او بروسيسنج، وده الاوتبوت. واضح؟ ونحول الكلام ده الكود، الكود بتاعنا اهو ممكن نشوفه احسن على الكود بلوكس، هو ده الكود اهو على الكود بلوكس. اربع مراحل ديكليريشن، اهو عرفت متغيرات وجمله هدف البرنامج، عملت مرحله الانبوت للرقم الاول والرقم الثاني، بروسيس عملت تيم متغير تيم حطيت فيه الاول رقم 2، وبعد كده نمبر 2 بيساوي نمبر 1 ونمبر 1 اهو. لا تعالى بقى هنا في السلايد، تعالى نشوف الكلام هنا عشان ماشي that shit. تعالوا نعملها تاني هنا. انا عملتها شلتها بالغلط يعني، بس كنا عاملين هنا رقمين، هنا رقم N1 وهنا رقم N2، وقلنا في متغير بسيط هيكون 10. انا في الاول ده وليكن 5 وده وليكن 7. حد فاكر خطواتي من الليالي؟ قلنا أول خطوة على حسب أنا هعمل التوصيلة زي، قلنا عشان عايزين نحافظ على السبعة فحطيناها هنا، دي خطوة رقم 1 حطينا السبعة. خطوة رقم 2 حطينا ده في ده، خطوة رقم 2، فبعد ده بدل ما كانت 5 بدل ما كانت 7 بقت 5. خطوة التالتة نجيب السبعة هنا فبقت 7. تمام؟ حد ممكن يترجم لي بقى، يرفع ايديه كده ويترجم لي الخطوات التلاتة دول لكود اكتبهم كخطوات؟ اتفضل. قول الخطوة الأولى. هنقول تم ايكوال ان 2. زميلكم بيقول تم ايكوال ان 2 ولا ان 2 بتساوي تم؟ في ناس بتقول ان 2 بتساوي تم، كويس جدا. لا هي كده مظبوطة، بس ليه؟ نشوف. لو انا جيت افهم الكود ده بلاحظ ان انا دي علامه اساينمنت، بيجيب الجزء اللي على اليمين يحطه على الشمال. هنا انا فعلا جبت الان 2
حطيتها في 10 يبقى انا اخد بالي السهم هنا انا بعمل بعكسه يعني بدل ما اقول هنا بالظبط اخر السهم بيساوي اول السهم يبقى نعمل بنفس الطريقه دي خطوه رقم 1 طب الخطوه رقم 2 و3 خطوه رقم 2 المفروض بنفس الطريقه اخد بالي السهم اهو ان 2 تساوي ان 1 مظبوط الخطوه الثالثه ان 1 تساوي 10 مظبوط كده دي الثلاث خطوات كويس انا حبيت اعملها لكم على الرسم عشان اشوف بس انتجها ازاي في الاخر الكود موجود معانا اهو موجود بالظبط هي الحاجات دي بس يفضل في الحاجات اللي زي دي اللي فيها رسومات عشان ما تلخبطش اعملها في الورقه مفيش مشكله ورقه الامتحان اعمل فيها اللي انت عايزه اعمل في اعمل في نفس السؤال جنب وارسم الرسومات دي عشان الدكتور يعرف اللي انت فاهم او انت عشان ما تتلخبطش احسن لك وفي الاخر زي ما قلنا انا عملت نمبر 1 هو الفيرست نمبر ونمبر 2 سكند نمبر وانا بطبع في الاخر نمبر 1 هو الفيرست ونمبر 2 هو السكند نجربها نعمل ران تاني هلاقي بيقول لي ده برنامج بيعمل سواب تو نمبرز الرقم الاولاني مش لازم 5 و7 ممكن مثلا 3 و9 اي رقمين هلاقيه في الاخر قال لي والله بقى 9 و3 واضح انا مش بغير الارقام انا بغير القيمه اللي متخزن فيها الرقم المتغير اللي متخزن فيه الرقم نمبر 1 ونمبر 2 واضح البرنامج ده ابداوا انفذوا البرنامج ده دلوقتي على الاجهزه بس عايزين نعمل سواب زي ده ولكن من غير تم مش عايزين تم اصلا حاولوا بقى تفكروا فيها كده على الاجهزه يعني على الاقل اعملوا نفس الخطوات اللي هي الديكليريشن هو انا هي نفسها الديكليريشن والانبوت والاوتبوت طبعا من غير تم نشوف هيطلع معاك ايه ابداوا بقى نفذوا دلوقتي ده يا جماعه البرنامج الثاني اهو اللي احنا كنا المفروض عايزين نعمله ده البرنامج الاول عايزين نعدل عليه ونخليه كل التغيير في البروسيس من غير ما استخدم تم فده اللي هيتمسح وفوق هيتمسح مظبوط ده السؤال اهو دول عايزين نستخدمه هو نفس اللي فات بالظبط ولكن بدون استخدام متغير ثالث حد بقى في انا شفت فكره صح زميلكم بيقول برضه يوصل عملتها ازاي اتفضل استخدمت فانكشن جاهزه جوه السي بتعمل السوابنج هو احنا للاسف هي تنفع وصح بس احنا لسه ما خدناش موضوع الفانكشنز دي لسه قدامها هناخدها ان شاء الله في اخر الترم او يعني بعد الميد ترم على طول فللاسف مش ده الحل اللي احنا عايزينه قوي بس ده ينفع برضه بس في حل تاني زميلكم قالوا ممكن بقى تسمعوا لنا اللي ورا بقى خالص بقى اتفضل طب تعالى نشوف هشرح بس الكلام زميلكم اللي بيقولوا ده واحده واحده بيقول لي انا عندي متغيرين ان 1 من 2 تمام دخلت فيهم ارقام خلينا زي المثال ده وليكن 5 و7 طبعا عملت مرحله الديكليشن في الاول ومرحله الانبوت وفي الاخر هطبعهم زي ما هم هنا هيبقى ان 1 وان 2 هطبعه مفيش مشكله فيهم لكن يهمني مرحله البروسيس ازاي اعكسها فزميلكم بيقول اما انا ممكن اخلي العمليه دي اعملها ازاي هجيب لون تاني بس بسرعه هقول مثلا ان 2 بتساوي احط فيها ان 1 بلس ان 2 طب دي يعني ايه اللي هيحصل في المتغيرات تعالوا نشوف ان 1 بقى فيها ان 1 بلس 2 مجموعهم بكام؟ ب 12 حطيتها في ان 2 بقى هنا فيها 12 طب هل انا ما اقدرش دلوقتي عايز احط في ان 1 عايز احط فيها القيمه السبعه ما اقدرش اجيب السبعه معادله بسيطه خالص في الرياضه والله ان 2 فيها مجموعهم وان 1 فيها الخمسه عايز اجيب السبعه اللي عاملها ازاي؟ يبقى اطرح ان 2 اللي هو المجموع دلوقتي ناقص ان 1 يبقى كده بقى ان فيها كاني بالظبط بقول المجموع ناقص ان 1 المجموع اللي هو ان 1 بلس ان 2 ناقص ان 1 اللي هم دول اللي فوق ده لو انا قلت المجموع اهو ده شلت منه ان 1 يبقى لي ايه؟ ان 2 صح؟ يبقى كاني بحط ان 2 في ان 1 يبقى لو نفذناها هنا اتحط فعلا بعد الخمسه اتحط فيها سبعه. طب دلوقتي بقى فوق سبعه انا عايز احط تحت خمسه اعملها ازاي؟ بنفس الطريقه هقول ان 2
عايز احط فيها المجموع عندي اللي هو ان 2 برضو بس ناقص ان 1 اللي هي ناقص 7 يعني هيتحط فيها دلوقتي 12 ناقص 7 يبقى هيتحط هنا 5. يبقى فعلا بعد العمليه الاحظ فعلا اللي حصل بقى دي فيها 7 فوق وتحت بقى فيها 5 مظبوط. طب نقولها تاني اشرحها تاني همسح ده كله تاني اهو ونقولها تاني الناس اللي ما فهمتش يا ريت تركزوا تاني. تاني بنقول عندي ان 2 وان 1 بالشكل ده مش عايز استخدم متغير تالت فقلت هخلي في واحده فيهم احط فيها قيمه المجموع مثلا انه بتحب ان 2 بتساوي ان 1 بلس ان 2 يبقى كده بقى عندي المجموع يبقى ان 2 بدل ما كان فيها 7 بقى فيها كام؟ 7 و5 يعني 12 مظبوط. طب انا دلوقتي معايا ان 2 فيها المجموع وان 1 فوق ما اقدرش اخلي ابدل او اخلي قيمه ان 2 القديمه اللي هي 7 احطها في ان 1 ينفع قلنا بالرياضه البسيطه ان 1 بتساوي المجموع اللي هو ان 2 ده المجموع دلوقتي ده المجموع يبقى بتساوي المجموع ناقص ان 1 يعني ناقص ان 1 يبقى المفروض الناتج يطلع لي كام؟ يطلع لي ان 2 وفعلا لو عملتها بالشكل ده المجموع اللي هو 12 ناقص 5 يبقى بقى هنا كام؟ 7 مظبوط. يبقى انا كده كاني فعلا عملت اول حاجه خليت ان 2 تروح في ان 1. طب عايز ارجع قيمه الان 1 بقى اللي هي كانت 5 احطها في الان 2 تاني عشان اعملها بنفس الطريقه يبقى ان 2 بتساوي المجموع اللي هو ان 2 برده لسه زي ما هو المجموع ما اتغيرش ما عملتش فيه حاجه المجموع ناقص برده ان 1 لان 2 القديمه بقى بالتالي كده 12 ناقص 7 يبقى بقى فيها 5 يبقى بعد العمليه دي بقى تحت بقى فيه 5 وفوق بقى فيه 7 يبقى انا فعلا عكست ما بينهم. العمليه دي كنت ممكن اعملها بالضرب بس هنا كنت هضرب وتحت هقسم ينفع برده ينفع اي عمليه عكسها في عمليات كتير ممكن تتعمل يعني بس هو غالبا الضرب والجمع يعني والقسمه والطرد. وده حد مش فاهم الفكره دي؟ دي فكره احنا كده خدنا فكرتين وغالبا في الامتحان يعني هو هيقول لك اعملها خلاص مش لازم يقول لك فكره لو حدد يبقى التزم بالطريقه. فلو شارت بتاع البرنامج هو زي اللي فات بالظبط مفيش اي اختلاف كل الاختلاف بس في عمليه السواب هنا مش مكتوبه في الفلوت شارت اصلا يقول لي احسبها بطريقه ما ده الديكتريشن او الانشاليزيشن وده الانبوت وده البروسيس وده الاوت. واضح؟ اخر برنامج برده برنامج سهل جدا وبسيط او ده الكود بتاعها حولها الكود اهو بكل بساطه زي ما عملناها ان 2 بتساوي مجموع مكان ان 1 بتساوي فرق. البرنامج الثالث بيقول عايزين نحسب الزاويه الثالثه لمثلث. يعني لو انا عندي مثلث بالشكل خلينا الامثله دي مثال اهو 50 60 70 حاجه زي كده مثلا بيقول لي الزاويه دي مديني والله الزاويه دي بيقول لي ان دي 50 والزاويه دي 70 يقول لي احسب لي الثالثه ما اقدرش احسبها مثلث احسبها ازاي؟ هي ب 60 طب حسبها ازاي؟ حد ممكن يقول لي كده الفكره بتاعتها؟ بالظبط دي فكره اساسيه عندنا في الرياضه فاكرينها من زمان بنقول ان مجموع زوايا المثلث ب 180 وبالتالي الانجل الثالثه او اللي هي الثيرد انجل او ممكن نسميها اي 3 مثلا الاختصار بتساوي 180 ناقص مجموع الاثنين اللي هي مثلا انجل 1 بلس انجل 2. ما تنساش طبعا اعمل اقواس زي الرياضه عشان بيجمعهم الاول وبعد كده يعمل 180 ناقص ده كله لو هشيل اقواس تبقى دي ناقص حاجات الرياضه بقى بتاعت زمان دي المعادله. طبعا في الاول هيبقى عندي ديكريشن اعرف المتغيرات الانبوت والاوت محتاج كام انبوت؟ ثلاثة تكتب اثنين اللي هم الزاويتين صح؟ والثالثة اللي هي الأول بثلاثة ممكن أخلي يعني هي الثالثة بتتساوي على طول هم ثلاثة
ممكن اطبع، قلنا دي ممكن نعملها ممكن ما نعملهاش، ده بتطبع هدف البرنامج هو ايه كده. بعد كده بحط الانبوت، لو سمحت دخل فيرست انجل، خدت فيرست انجل، لو سمحت دخل سكند انجل خدتها، اعمل بروسيس احسبها اللي هي بالمعادله 180 ناقص مجموعهم، واخر حاجه بطلع والله الثيرد انجل اس واطبعها وخلاص. ده الان ده الانشواليزيشن او ديكليريشن انبوت بروسيس اوتبوت. ابداوا بقى نفذوا الكود بتاعها دلوقتي على الاجهزه. هحسبكم تنفذوا الكود بتاعها. ده كده الفروت شارت اللي احنا لسه قايلينه بتاع البرنامج الثالث. المفروض دلوقتي سبتكم تعملوا الكود، اغلبكم عملوا كان بالشكل ده. مرحله الانبوت في الاول او مرحله الديكليريشن، عرف المتغيرات وعمل جمله تبع البرنامج انجل 1 2 3 او زي ما قلنا اي 1 وايه 2 وايه 3، ده كل ده صح. ودخل بعد كده مرحله الانبوت، بعد كده مرحله البروسيسنج اللي هي المعادله بتاعتي، في الاخر الاوت. اربع مراحل اهم. ده المفروض تعملوه بقى الاسبوع الجاي، ده الورك بتاع الاسبوع الجاي. او برنامجين، اول برنامج بيحسب مجموع متوسط حسابي لاربع ارقام، مثال بالشكل ده، مديته اربع ارقام بخمسه، مجموعهم 20، الافرج بتاعهم بخمسه. السلايدز دي يا جماعه موجوده عندكم على الديسك توب على كل الاجهزه، ممكن تصورها من عندك تاخدها على فلاشه زي ما انت عايز، عايز تصورها صورها دلوقتي. انت رايك ايه؟ بالظبط، ما تقرا السؤال بيقول لك احسب المجموع والافرج، والمثال تحت عشان يوضح لك ده. البرنامج اللي بعده بيقول لك احسب طول، يعني دخل الطول بالسنتيمتر وحوله لمترز وكيلومترز. اديته مثلا 500,000 يبقى 5000 متر يبقى 5 كيلو. واضح؟ هدخل له الطول بالسنتي وهيحوله للمتر وللكيلو متر. واضح؟ ده البرنامجين اظن الافكار بتاعتهم مفيش فيها حاجه، يعني افكار بسيطه عشان تطبق اكتر على السي بلس بلس. دي المره دي اللي بنشتغل منها. اي اسئله؟ حد عنده اسئله في الموقع في البرامج النهارده؟ دلوقتي السلايدز كلها على الديسك توب موجوده باسم معمل 3.